السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مادة العلوم في منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم. معكم اليوم شيماء الديب، معلم أول العلوم. النهاردة بإذن الله هيكون معانا موعد جديد مع الوحدة الثالثة بعنوان المبادئ الأساسية في الوراثة. الوحدة بتاعتنا درس واحد إن شاء الله هنقسمه على عدة أجزاء، فهنشوف نواتج التعلم المستهدفة في حصتنا النهاردة هتكون إيه. في نهاية الدرس المفروض إن احنا نكون قادرين نفرق ما بين حاجة اسمها الصفات الوراثية والصفات المكتسبة، ونبدأ نتكلم على تفسير أسباب اختيار مندل النبات البازل لإجراء تجاربه، نتكلم عن علم الوراثة وبعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بعلم الوراثة. تعالوا نبدأ مع بعض كده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عشان نتكلم عن علم الوراثة لازم في البداية نفرق ما بين نوعين من أنواع الصفات، حاجة اسمها الصفات الوراثية وحاجة اسمها الصفات المكتسبة. في بعض الأحيان بنلاقي مثلا طفل، نقول الطفل دوت واخد لون العين بتاع باباه، أو واخد مثلا لون الشعر بتاع مامته، يبقى كده في صفة انتقلت من جيل لجيل تاني، يعني الأم ادت الصفة دي لأبنائها أو الأب ادى الصفة دي للأبناء، يبقى كده الصفة دي انتقلت من جيل لآخر، فالصفة التي تنتقل من جيل لآخر دي بنسميها صفة وراثية. طيب في نوع تاني بقى من أنواع الصفات اسمها صفات مكتسبة. إيه هي الصفات المكتسبة؟ نلاقي مثلا لعيب كورة مشهور وابنه مش داخل في المجال خالص. طيب ليه الكلام ده؟ قال لي لأن النوع ده من أنواع الصفات اسمها صفة مكتسبة. يعني إيه صفة مكتسبة؟ يعني أنت لازم تتعلمها، أنا مش بورثها من بابا أو من ماما، لا أنا ببدأ أتعلمها من أول وجديد. يبقى الصفات نوعين يا جماعة، صفات وراثية وصفات إيه؟ مكتسبة. الصفات الوراثية هي الصفات التي تنتقل من جيل لآخر، أي حاجة نورثها بقى من حد قبلنا دي اسمها صفة وراثية، زي لون الجلد، لون الشعر، لون العين، فصيلة الدم، عدد الأصابع، كل دي صفات اسمها صفات ايه؟ وراثية. طيب ما هي الصفات المكتسبة؟ قال الصفات المكتسبة هي صفات لا تنتقل من جيل لآخر، زي مثلا مهارة لعب كرة القدم، مش شرط ان اللاعب يورث المهارة دي لابنه، لا ابنه لازم يتمرن ولازم يقعد سنتين ثلاثة أربعة قبل ما يبدأ ياخد خطوة في المهارة دي. كمان مهارة التحدث بلغات مختلفة، بنتولد كلنا مش عارفين نتكلم ولا لغة، بنبدأ نتعلم اللغة تدريجيا، يبقى دي صفة مكتسبة. تعلم المشي، كلنا ما بنبقاش قادرين نعرف نمشي، فدي مش صفة وراثية، دي صفة ايه؟ صفة مكتسبة. هنبدأ نتكلم بقى النهاردة عن حاجة اسمها علم الوراثة. ايه هو علم الوراثة؟ قال لي علم الوراثة هو العلم الذي يفسر اوجه الشبه والاختلاف في الصفات الوراثية. يبقى علم الوراثة بيتكلم عن الصفات الوراثية، وهيبدأ يشوف المجموعة دي من الافراد متشابهة كلهم مثلا عندهم صفة الطول، والمجموعة التانية دي من الافراد مثلا كلهم بيمتازوا بان فيهم صفة القصر، قصر القامة. يبقى انا ببحث في الصفات الايه الوراثيه، وابدا افسر ايه اوجه الشبه وايه اوجه الاختلاف، الافراد دول متشابهين في ايه ومختلفين عن بعض في ايه. تمام كده؟ من خلال ايه بقى؟ من خلال دراسه كيفيه انتقال الصفه من جيل لاخر. يبقى انا ببحث عن طريق الاجيال، اشوف الجيل الاولاني كانت الصفات اللي فيه عامله ازاي، ابنائه كانت عامله ازاي، الاحفاد كانوا عاملين ازاي، ابدا ادرس الأجيال كلها وأشوف الصفات اللي موجودة فيها، أفسر أوجه الشبه والاختلاف في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الإيه الواحد. يبقى تاني، إيه هو علم الوراثة؟ علم الوراثة هو العلم الذي يفسر أوجه الشبه والاختلاف في الصفات الوراثية بين أفراد النوع الواحد عن طريق إيه بقى؟ قال لي من خلال دراسة كيفية انتقالها من جيل لآخر. طيب مين أول حد اتكلم عن علم الوراثة؟ مؤسس علم الوراثة هو العالم النمساوي جريجور مندل. مندل هو مؤسس علم الوراثة، وأجرى تجارب ممتازة جدا على نبات البازلاء. تعال نشوف مندل اشتغل على بسلة الخضر وعمل تجاربه عليها وقال إيه. بس قبل ما نحكي عن مندل وتجاربه، تعالوا نرجع كده
بالزمن شوية لسنة تانية ونرجع نتكلم عن بعض المفاهيم اللي احنا هنحتاجها خلال دراستنا السنة دي. أول مفهوم هيقابلني هو مفهوم الزهرة الخنثى. ما هي الزهرة الخنثى يا شباب؟ الزهرة الخنثى هي الزهرة التي تحمل أعضاء التسكير وأعضاء التأنيث معا. يبقى الزهرة الخنثى بتشيل أعضاء التسكير وبتشيل أعضاء التأنيث الاتنين، يعني فيها إيه؟ عضو التسكير طبعا هو الطلع، وعضو التأنيث هو المتاع، الطلع بتاعي اللي هو مجموعة الأسدية اللي موجودة هنا، شايفين الأسدية؟ لو انتوا فاكرين كانت كل سوداء عبارة عن خيط ومتك، يبقى ده اسمه ايه؟ الطلع، الطلع بتاعي هو عضو التسكير. طب ايه عضو التأنيث؟ عضو التأنيث اللي هو هنا بقى الكرابل، دي كربلة، وكل كربلة كانت 3 أجزاء، الميسم والقلم والمبيض بتاعي. يبقى إذا لقيت في الزهرة الأسدية والكرابل، لقيت الزهرة فيها طلع ومتاع، فيها عضو التسكير والتأنيث بتاعي، إذا الزهرة في الحالة دي هي زهرة إيه؟ زهرة خنثى. يبقى ده أول مفهوم عندي. المفاهيم اللي بعد كده، مفهوم التلقيح الذاتي. ايه هو التلقيح الذاتي؟ قال لي التلقيح الذاتي هو عملية انتقال حبوب اللقاح من متوك الزهرة إلى مياسم نفس الزهرة أو زهرة أخرى على نفس النبات. يعني الزهرة بتاعتي هتكون خنثى مثلا، فيبدأ انتقال حبوب اللقاح من المتوك إلى مياسم نفس الزهرة أو إلى مياسم زهرة أخرى بس على نفس الإيه؟ النبات. يبقى باختصار أنا لسه على نفس الشجرة، ما روحتش بعيد. حبوب اللقاح تنتقل يا إما من متوك الزهرة إلى مياسم نفس الزهرة أو زهرة أخرى على نفس النبات، لكن أنا كده كله في التلقيح الذاتي أنا على نفس الإيه؟ الشجرة بتاعتي. طب التلقيح الخلطي بقى، قال لي لا، في التلقيح الخلطي بتنتقل حبوب اللقاح من متوك زهرة إلى مياسم زهرة أخرى على نبات آخر من نفس النوع. يبقى في التلقيح الخلطي يا شباب أنا عندي شجرتين، أنا زارع مثلا شجرتين مشمش جنب بعض، ففي نحلة أو هوا مثلا جابوا شوية حبوب لقاح من الزهرة اللي هنا رموها لي على الزهرة اللي في الشجرة اللي جنبها، شجرة الجيران مثلا، يبقى ده تلقيح خلطي. يبقى التلقيح الخلطي هو عملية انتقال حبوب اللقاح من متوج زهرة إلى مياسم زهرة أخرى على نبات آخر، ولكن شرط طبعا يكون من نفس الإيه؟ النوع. يبقى أنا كده خدت مفهومين، خدت مفهوم التلقيح الذاتي والتلقيح الإيه؟ الخلطي. مندل اشتغل في تجاربه على نبات البازلاء. طب إيه سبب اختيار مندل لنبات البازلاء؟ قال لي أول سبب لاختيار مندل لنبات البازلاء هو سهولة زراعته وسرعة نموه. النبات ده سهل جدا في الزراعة، بينبت البذور بتاعته بسرعة وما ما بتحتاجش مني طرق صعبة إن أنا أزرعها، كمان سريع في النمو. يعني الشجرة عشان تطلع لي أزهار وتبدأ إنها تثمر مش هتاخد مني أكتر من 2 3 شهور. يبقى انا دايما لما اجي اعمل التجارب بتاعتي اعملها على اشجار سريعه في النمو، ما ينفعش مثلا اعمل على شجره عبال ما تظهر تقعد لي 2 3 سنين في الارض، لا، النوع ده ما ينفعش اشتغل عليه تجارب، لان انا مش هقعد استنى 2 3 سنين عشان اشوف نتيجه الايه؟ الزرعه اللي انا زرعتها عامل ازاي، فدايما بشتغل على اشجار تكون سريعه في الايه؟ النمو. طيب تاني حاجه قال لي قصر دوره حياته. يبقى دوره الحياه صغيره جدا، النبات بيكبر ويطلع الأزهار ويطلع لي البذور واخد البذور دي أزرعها في فترة إيه؟ قصيرة. يبقى قصر دورة حياته، النبات ما بيقعدش في الأرض كتير. تالت حاجة إن الأزهار بتاعته أزهار خنثى. أزهار خنثى يعني زي ما احنا اتفقنا من شوية، الأزهار الخنثى يعني الزهرة فيها إيه؟ فيها المتك، فيها أعضاء التسكير، وفيها أعضاء الإيه؟ التأنيث بتاعتي. فهنا يسهل التلقيح الذاتي.
يبقى سهل جدا ان يحصل تلقيح ذاتي، ان حبوب اللقاح تنتقل من المتوك للمياسم. يبقى هو لو غطى الزهرة دي ومنع وصول اي حبوب لقاح خارجية ليها من بره، معناها انه هيسمح هنا فقط بحدوث التلقيح الايه الذاتي. يبقى الزهرة خنثى، وبالتالي يقدر ان هو يعمل لها بسهولة جدا تلقيح ايه ذاتي. طب ايه كمان؟ قال لي تعدد الاصناف. في اصناف كتير من البسلة، لما بدأ يبص لقى مثلا نوع من انواع البسلة بيطلع بذوره صفراء، والنوع التاني بيطلع بذوره خضراء، نوع بسلة بيطلع لي البذور ملساء، نوع تاني بيطلعها لي مكرمشة او مجعدة شوية، نبات بيطلع طويل شوية، نبات بيطلع الساق بتاعته قصيرة، وهكذا. يبقى في العديد من الاصناف، وبالتالي اقدر ادرس العديد من الصفات، يبقى مش هكتفي بصفة واحدة ولا اتنين. كمان النبات بيديني عدد كبير من الأفراد في الجيل الواحد، يعني الشجرة الواحدة بتديني قرون بسلة كتير، تديني عدد بذور كتير، وبالتالي كل ما كان عدد الأفراد الناتج أكتر يا جماعة، يبقى أنا في دقة شوية في التجارب بتاعتي. يعني أنا مثلا لما أعمل تجربة ويطلع لي فرد واحد بس كناتج، هنا في احتمالية للخطأ، إن الفرد ده مثلا ممكن يبقى حصل فيه طفرة، حصل فيه مشكلة أدت إن النتائج بتاعتي مش سليمة. لكن لما يبقى عندي 100 فرد طالعين، مستحيل تحصل صدفة تبوظ ال100 فرد كلهم، فاهمين؟ فكل ما كان في عدد كبير من أفراد الجيل الواحد، كل ما كان ده أفضل بالنسبة لي في التجارب الإيه العلمية. آخر حاجة، إن برضو نبات البسلة أيضا يسهل تلقيحه الصناعي، رغم إن الزهرة بتاعتي زهرة خنثى، لكن الزهرة بتتفتح قبل حدوث عملية الإخصاب، وبالتالي أنا أقدر بسهولة جدا إن أنا أشيل المتوج بتاعها وأجيب لها حبوب لقاح من نبات تاني، وأبدأ أحطها على المياسم، وبالتالي إيه اللي هيحصل شباب؟ يبقى أنا كده منعت حدوث التلقيح الذاتي، وهبدأ أعمل لها تلقيح إيه صناعي أو خلطي. يبقى 6 أسباب لاختيار مندل نبات البازلة. تمام، نقولهم كمان: سهولة زراعته، سرعة نموه، قصر دورة حياته، الأزهار خنثى يسهل تلقيحها ذاتيا، وأيضا في نفس الوقت يسهل حدوث التلقيح الصناعي لها، تعدد الأصناف بتاعة البسلة وإنتاجه لعدد كبير من الأفراد في الجيل الإيه الواحد. هنشوف مندل درس كام صفة في نبات البسلة. مندل ما اشتغلش على صفة واحدة، من أفضل الحاجات اللي مندل عملها إن هو اشتغل على أكتر من صفة في نفس الوقت. مندل درس 7 صفات في نبات البسلة، تعالوا نشوف إيه هما كده. اتكلم على صفة طول الساق، لاحظ إن في نباتات بتكون الساق بتاعتها طويلة، ونباتات الساق بتاعتها قصيرة. لون القرن، لاحظ إن في قرون خضراء وقرون صفراء. شكل القرن، في قرون منتفخة وفي قرون محززة. محززة شباب يعني يبان من القرن من بره فيه كام بذرة، لكن القرن المنتفخ ده ما بيبقاش متعلم مكان البذر، فما بتبقاش عارف هو فيه كام بذرة جوه. شكل البذرة نفسه ملساء ولا مجعدة، لونها أصفر ولا أخضر. وضع الزهرة، وضع الزهرة لو انتوا خدتوا بالكم الزهرة ممكن تخرج من نهاية الساق، فبسمي الزهرة في الحالة دي زهرة طرفية، او ممكن تخرج الساق من او ممكن عذرا تخرج الزهره من جزء كده جانبي، فبقول ان الزهره هنا وضعها جانبي او ابطي، يبقى وضع الزهره اما جانبي او طرفي. ولون الزهره طبعا زي ما وضح قدامكم الاحمر او الايه الابيض. يبقى دي الصفات اللي درسها مندل في نبات الايه البسله. طيب تعالوا نشوف مندل عمل ايه في تجربه. قال لي مندل قرر زراعة كل نوع من أنواع البذور في مكان مستقل، واستخدم التلقيح الذاتي لعدة أجيال. طب عملت كده ليه يا مندل؟ قال لك عملت كده عشان أتأكد من نقاء الصفة. يعني مثلا تعالوا نفترض إن هو عنده نوعين من أنواع البذور، بذور صفراء وبذور خضراء. هيعمل إيه؟ هيزرع البذور الصفراء في مكان لوحدها، يبقى هيجيب البذور الصفراء في مكان ايه لوحدها ويبدأ يزرع، ولما تبدأ تكبر هيبدأ يعمل ايه؟ هيسيب البذور الصفراء دي تعمل تلقيح ذاتي. يعني ايه تلقيح ذاتي؟ يعني هيغطي المياسم بتاعتها
هيغطي الزهره بالكامل عشان يضمن ان التلقيح هنا حصل من نفس الايه المنتج بتاعي، يبقى حصل تلقيح ايه ذاتي. طيب لقى ايه؟ لقى ان في الجيل الاول كل البذور اللي ناتجه كانت لونها اصفر. طب خد البذور الصفراء دي اللي طلعت ورجع زرعها تاني وسابها برضو تعمل تلقيح ذاتي تاني. طب اكتشفت ايه من دلوقتها؟ قال لي اكتشفت ان برضو كل البذور اللي طالعه لونها اصفر. يعني انا هنا البذرة دي لو انا مسكتها فهي بذرة صفراء ابوها اصفر وجدها اصفر، واخدين بالكم كده؟ دي بسميها بذرة صفراء نقية، كل عيلتها كانوا صفر، تمام؟ يبقى البذرة هنا صفراء ايه؟ نقية، كل العيلة بتاعتها كانت ايه؟ صفر. طب البذور الخضراء بقى هيعمل فيها نفس الكلام في مكان مستقل، يزرع البذور الخضراء ويسيبها تعمل تلقيح ذاتي، هتدينا ايه يا شباب؟ تدينا طبعا بذور لونها أخضر. ياخد البذور دي ويزرعها في مكان تاني ويسيبها تعمل تلقيح ذاتي، فبتديني برضو بذور خضراء، والبذور الخضراء هنا هي خضراء ايه؟ خضراء نقية. يبقى انا هنا اتأكدت ان البذور اللي عندي في النهاية هي بذور صفراء نقية، والبذور الخضراء اللي نتجت في الآخر دي هي برضو بذور خضراء ايه؟ نقية. يبقى أنا عندي بذور صفراء نقية وبذور خضراء إيه؟ نقية. طيب يلا بينا نكمل ونشوف هنعمل إيه. إحنا هناخد البذور الصفراء النقية والخضراء النقية دي ونعمل إيه؟ نزرعهم هما الاتنين، بس المرة دي أنا هشيل المتك من بعض الأزهار عشان أنا عايزة أمنع حدوث التلقيح الذاتي، تمام؟ يبقى أنا هعمل إيه؟ هشيل المنتج بتاعي عشان أعمل تلقيح خلطي، يعني هودي حبوب اللقاح من البذور دي على البذور الإيه التانية، هنعمل تلقيح خلطي. فاكتشفنا إيه؟ اكتشفنا إن الجيل الأول طلع لي كله 100% بذور صفراء، بس هل هي صفراء نقية؟ قال لي لأ، هي المرة دي اسمها صفراء هجينة. يعني ايه هجينة شباب؟ هجينة يعني بصوا غير نقية، يعني ابوها كان اصفر بس مامتها كانت خضر. وصلت كده؟ يبقى الهجين معناها ان هو خليط ما بين حاجتين، هو اصفر بس مش نقي. يبقى الاف 1 اف دي اختصار لكلمة فيليال، يعني الجيل الاول. يبقى الجيل الأول بتاعي طلع لي 100% بذور صفراء هجينة. طب هياخد البذور الصفراء دي ويرجع يزرعها لتاني مرة، اللي هي مين؟ اللي هي الصفراء هجينة. متوقعين هتديني إيه في الجيل التاني؟ لما زرعها اكتشف حاجة غريبة، اكتشف إن البذور اللي طالعة، بصوا كده، 75% منها أصفر وصد 25% منها أخضر. يبقى الصفة الخضراء دي رجعت ظهرت تاني في الجيل الإيه التاني بتاعي. يبقى ظهر الجيل التاني بنسبة إيه؟ 3 أصفر إلى 1 أخضر. يبقى اللون الأصفر ده بيغلب اللون الايه الاخضر زي ما انتم شايفين، بيظهر هو لوحده في الجيل الاول ويظهر بنسبه 75% في الجيل الايه الثاني. طيب المندل اللي اتكلم عنه ده اطلق عليه في النهايه اسم مبدا السياده التامه. كل ما مندل يعمل نفس التجربه مع صفه جديده تطلع لي نفس الفكره. يعني مثلا ياخد لون الازهار الأحمر مع الأزهار البيضة فطلع لي في الـ F1 كل الأزهار كانت حمراء
وطلع لي في الاف 2 3 احمر قصاد 1 ابيض، يعني نسبة برضو 75% الى 25%، يعني برضو صفة اللون الاحمر بتكسب عندي. لما عمل طويل الساق مع قصير الساق لقى ان صفة الطول هي الصفة اللي بتغلب، فاطلق على الكلام ده اسم مبدأ السيادة التامة. تعالوا نشوف مبدأ السيادة التامة بيقول لي ايه. مبدأ السيادة التامة بيقول تظهر الصفة السائدة، ظهور الصفة السائدة فين؟ في افراد الجيل الاول. يبقى لما يحصل تزاوج ما بين فردين نقيين مضادين، يعني نقي اصفر مع اخضر نقي، ها يبقى انا كده عملت تزاوج ما بين فردين كل واحد فيهم شايل صفة نقية مضادة للصفة التي يحملها الاخر. ايه اللي يحصل؟ الصفة اللي تظهر هنا هي صفة واحدة بس، مين فيهم؟ السائدة. فهنا في سيادة تامة، في صفة بتسود على الصفة التانية وتخلي التانية تركن على جنب. يبقى ده مبدأ السيادة الايه؟ التامة. يبقى تاني، ما هو مبدأ السيادة التامة؟ قال لي هو ظهور الصفة السائدة في أفراد الجيل الأول الناتج عن تزاوج فردين يحمل كل منهما صفة نقية مضادة للصفة التي يحملها الفرد الايه؟ الآخر. يلا بينا نكمل مع بعض بفروض مندل لتفسير تجارب. مندل بدأ يفكر كده شوية ويقول احنا هنفسر التجارب دي ازاي. فمندل قال افترض ان في حاجة بتنتقل من الآباء للأبناء، اللي هي الصفات الوراثية، الصفة بتاعتي بتنتقل من الآباء للإيه؟ للأبناء. قال لي اللي بينقل الصفات دي جينات بتحملها الأمشج. يبقى الصفات الوراثية بتنتقل من الآباء للأبناء عن طريق عوامل وراثية اللي هي جينات تحملها الإيه؟ الأمشج. ما هي الأمشاج؟ الأمشاج إحنا أخذناها في السنين اللي فاتت. المشيج هو عبارة عن خلية بيتم بواسطتها انتقال العوامل الوراثية من الآباء للأبناء. يبقى الأمشاج هي الخلايا التي يتم بواسطتها انتقال العوامل الوراثية من الآباء إلى الأبناء. تعالوا بقى نبدأ نشتغل كده في فروض مندل. قال لي كل صفة هيتحكم فيها جين واحد؟ قال لي لا، كل صفة بيتحكم فيها عاملان وراثيان. يبقى الصفة تمثل بكام عامل يا شباب؟ تمثل بعاملين. ليه؟ لأن الصفة أصلا أنا جايبها من الأب ومن الإيه؟ من الأم. يبقى كل صفة تمثل بإيه؟ بعاملين. يبقى صفة مثلا لون الأزهار البيضة تمثل بعاملين، الأزهار الحمراء أو البنفسجية تمثل بإيه؟ برضو بعاملين. طيب بعد كده ايه بيحصل؟ قال لي اثناء تكوين الامشاج بيحدث انعزال للعوامل دي يا شباب. العوامل الوراثيه، فاكرين لما كنت بقول ان الفرد الخلايا بتاعته بتكون 2 نون، واثناء تكوين الامشاج بتكون الامشاج نون؟ يبقى الماده الوراثيه بتاعتي هنا المفروض ان هي تتقسم نصين، يحدث انعزال في العوامل. يبقى الاتنين نون بتاعتي دي مفروض انها تكون نون ونون. يبقى ينعزل العاملان الوراثيان عن بعضهما اثناء تكوين الامشاج. طب وبعدين لما يجي يحصل تزاوج بقى ما بين الاب وما بين الام، بناخد عامل واحد بس من الاب مع عامل واحد بس من الام، اب معلوم من الام عشان يرجع الاتحاد اثناء عمليه الايه؟ الاخصاب اهو. يبقى انا هاخد نون من الاب مع نون من الايه؟ من الام. طب انا هنا واخده واحد مثلا من البنفسجي واحد من الابيض، مين يظهر؟ هو كده في خناقه. طالما العاملين مختلفين يبقى اللي هتظهر هي الصفه اللي هتغلب بقى، اللي انا بسميها الصفه السائده. يبقى تاني العوامل بتنتقل أو الصفات الوراثية بتنتقل عن طريق عوامل من الآباء إلى الإيه؟ إلى الأبناء. والعوامل وكل صفة تمثل بكام عامل؟ بعاملين.
العاملين بينعزل أثناء تكوين الأمشاج وبيعاد اتحادهم مرة تانية أثناء عملية الإيه؟ الإخصاب. طب تعالوا نشوف الاحتمالات بتاعتي بقى. لو كان العامل اللي عندي سائد، لو كان الجين اللي أنا ورثته من الأب سائد ومن الأم سائد، فكده مفيش كلام بقى، بتظهر الصفة السائدة وتكون في الحالة دي اسمها سائدة نقية. نقية ليه؟ لأن الجينين بتوعها متشابهين. طب لو أنا خدت من الأب الجين المتنحي وخدت من الأم الجين المتنحي برضه، في الحالة دي تظهر صفة متنحية، بتكون متنحية نقية. طب لو أخدت بقى من الأب الجين السائد ومن الأم الجين المتنحي، ايه اللي يحصل؟ او في الحاله دي بقى هنا هتحصل مشكله. طب نحل الازمه دي ازاي؟ قال لي نحل الازمه دي بسياده تامه، الجين السائد يغلب الجين المتنحي ويظهر. خليني اقولها تاني كده معاكم بمثال تاني. يعني انا مثلا لو افترضت ان الاب كان طويل عنده جين الطول، خدت منه جين الطول وخدت من الأم برضو جين الطول، وجين الطول هو جين سائد، ففي الحالة دي طالما أنا خدت من الأب جين الطول ومن الأم جين الطول، يبقى أنا هطلع إيه؟ طويل، لأن سائد مع سائد يديني الصفة السائدة نقية. طب لو الأب قصير والأم قصيرة برضو، يبقى انا خدت الجين المتنحي والجين المتنحي، فتظهر طبعا الصفه الايه؟ المتنحيه. طيب لو انا خدت من الاب الجين الطويل وخدت من الام الجين القصير، في الحاله دي هتبقى في خناقه، مين اللي يظهر الصفه السائده؟ يبقى الافراد اللي عندي هتكون افراد طويله، ولكن افراد طويله غير ايه؟ غير نقيه. وصلت كده يا شباب الفكرة ولا لأ؟ يبقى ده كده باختصار كلامي عن مبدأ السيادة التامة. يبقى تاني آخر كلام، الجين السائد لما بيتحد مع جين سائد بتظهر لي صفة سائدة وبتكون صفة سائدة نقية، الجين المتنحي مع المتنحي يديني صفة متنحية وتكون نقية، الجين السائد مع الجين المتنحي يديني صفة سائدة وتكون غير نقية. الحصة الجاية بإذن الله هنتكلم بقى عن تعريفات، تعريف يعني إيه جين سائد، يعني إيه جين متنحي، يعني إيه صفة سائدة، يعني إيه صفة متنحية، يعني إيه أفراد نقية وأفراد عجينة. هرجع أفكر حضراتكم النهاردة إن إحنا كنا بنتكلم عن الصفات الوراثية، وعرفنا إن الصفات الوراثية اللي هي الصفة التي يمكن انتقالها من جيل لآخر، زي مثلا لون الشعر، لون العين، صفة الطول وهكذا. الصفات المكتسبة وهي الصفات التي لا يمكن انتقالها من جيل لآخر، صفة بيتعلمها الأفراد، زي مثلا تعلم الكتابة، تعلم اللغات، تعلم المشي، المهارات المختلفة. بعد كده اتكلمنا عن علم الوراثة، مؤسس علم الوراثة، وإيه أسباب اختيار مندل لنبات البازلاء في إجراء التجارب بتاعته. واتكلمنا بعد كده عن مبدأ السيادة التامة، عرفنا ازاي بيتم توارث الصفات، وان الصفات بتنتقل من الاباء الى الابناء عن طريق عوامل وراثيه، وكل صفه تمثل بعاملين، وان العوامل دي بيتم انعزالها اثناء تكوين الامشاج ويعاد اتحادها مره اخرى اثناء عمليه الاخصاب. وعرفنا برضو انه اذا اتحد جين سائد مع جين سائد تظهر الصفه سائده وتكون نقيه، وإذا اتحد جين متنحي مع متنحي تظهر الصفة المتنحية وتكون نقية، وإذا اتحد جين سائد مع جين متنحي بتكون الصفة سائدة ولكنها غير نقية، بنسميها سائدة هجينة. أتمنى تكون حصة النهاردة نالت إعجاب حضراتكم، وانتظرونا إن شاء الله في الحصص القادمة مع قوانين مندل الأول وقانون مندل الثاني بإذن الله. كان معاكم النهاردة شيماء الديب.